هدفنا لقرية الدشيشة وللحدود العراقية، تبعد حوالي 25 كيلو 4 كيلو. طبعا الشباب عالية ان شاء الله للنصر. انا المقاتل اسماعيل خضر العلي في قوى سوريا الديمقراطيه باسم الحركه قيصر شدادي. قمنا في اقتحام منطقه الفكه وحصلت من قليل اشتباكات في منطقه الفكه وانسحبوا الدواعش الى منطقه تل المناخ في هذا الاتجاه وتركوا وراءهم الخنادقهم وهربوا مثل الجرذان على منطقه تل المناخ. وقاموا الرفاق باستقبال المدنيه من منطقة الدواعش فارين، فقاموا الرفاق أمنوا في آليات لنقلهم إلى منطقة الشدادي والحمد لله ما كانت إصابات بينهم.